السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شوفوا ما مسويين معكم أخوكم محمد أو ذكر صار. رجعت لكم اليوم فيديو اللهجة السودانية واللهجة السورية مع مصطفى. أو سوينا الجزء الأول أتوقع، علمك السوري علمني أيوة سوداني. أيوة فاليوم جايين كل واحد مجهز خمس كلمات، فيلا بسم الله حنبلش اللهجة السودانية. أول كلمة يا مصطفى. طيب الكلمة الأولى كلمة راجيك. راجيك يعني أترجاك. لا لو سمحت. لا أنا بدي لك في جمل مفيدة. يا اخي الزول ده راجيك من ساعتين، يا اخي من ساعتين راجيك في المكان ده. متفق معك. لا راجيك في المكان ده. عندي خمس محاولات، هلا ثالث محاوله. طيب عندك محاولتين. ايوه عيد بس الجمله. يا اخي الزول ده من راجيك من ساعتين راجيك في المكان ده يا اخي. ملاقيك موجود. لا خلاص صرت بيستناك او بمنطق. اول كلمه اللهجه السوريه خروق. خروق عندك خمس محاولات. خرق يعني؟ لا خروق. اوكي اعطيك اياها بجملة. هلا راحت محاولة، باقي اربع محاولات. هذا الشخص خروق. سخيف. لا قرب. سيء. لا خروق. خروق يعني صفة مو منيحة. صفة بس مو منيحة للشخص. خاين. لا لا هذا الشخص خروق. شو بدي اشرح لك اياها الصراحه. خروق يعني خروق. متاخر يعني متاخر. لا خروق هذا الشيء. اي كلام اي كلام. قريب ما عنده فايده. لا قريب قريب قريب. قربت. باقي محاوله. خلاص يا اخي خويف. الكلمه الثانيه ساي. ساي ساي سهل. لا ما اعطيني اياها في جمله. طيب يا اخي انت ما ينفع تضرب صاحبك ده ساي كده يا اخي. ساكت ولا ساي؟ ساي اي كلام. ايوه صح. يا سلام. ثاني كلمه والسبع تنعام. قريبه معروفه يعني السبع تنعام. لو سمحت اديني اياها في جمله مفيده. والسبع تنعام. اوكي السبع تنعام. اوف صعبه الجمله الصراحه. اوكي انا اسمي مصطفى، انت بتقولي والسبع تنعام. يعني والنعم يعني ومرحب. مرحب بك يعني. اوكي الي الشرف. الي الشرف. اوكي صح صح صح. كلمة الثالثة شافع. يعني خويف. لا صغير طفل. صح. ثالث كلمة بيطير ضبانات العقل. يعني مبينة يا اخي. يعني هاي التيشيرت بتطير ضبانات العقل. يعني لا يعني حلو حلو يعني صح. بتطير. كلمة الرابعة كرور. كرور اعطيني بدي لك في جمله. طيب يا اخي قول لي ولدك، قول لي ولدك ده يرمي الكرور ده في الزباله. وسخ زباله يعني الكرور القديم الاشياء القديمه. صح. رابع كلمه حاجه تحوس وتلوس. يعني خلاص كفايه يعني تخربت وتلخبط وكده. حاجه جملة. اوكي يا مصطفى حاجه تلوس وتلوس. يعني خلاص كفايه تخرب. حاجه تلوس وتلوس. تلف تلف وتدور. لا قريب قريب. قربت. خلاص ما تخرب يعني. لا تتنقل من مكان لمكان. الله. الكلمة الخامسة والأخيرة كتمت. سكرت بوشها. لا كتمت فيك صح؟ كتمت. يعني خلاص انت. لا انا ما لسه ما خلصت. بدك في جملة. انت يا ولدي خلاص ساقط في الامتحانات ولا عارف كتمت فيك مستقبل. سكرت بوشها. كتمت فيك خلاص. سكرت بوشها. يعني قريبة يعني قريبة. سكرت بوشك. ما بعرف يعني خلاص رحت فيها. سكرت بوشك صح؟ رحت فيها. رحت فيها خلاص. رحت فيها. اسمع اسمع شيني كتمت فيك. كتمت يا عم. 6.5 hours later. خلاص صح قريبة الكلمة صح؟ ايوه صح. خامس كلمة والأخيرة شحو. شحو. أنا سألتك وينه محمد؟ أنت بتقولي شحو. ما موجود. لا وينه محمد؟ شحو اختفى. لا باقي ثلاث محاولات. أقرب أقرب أقرب. جملة. أنا سألتك وين محمد؟ أنت قلت لي شحو. موجود هنا قدامك ليكم. صح. وفي النهاية نتمنى الفيديو نال إعجابكم ونشوفكم بالمرة الجاية معي أنا. باي. وفي النهاية شفتوا كم فزتك؟ أربعة مقابل ثلاثة. يلا هارد لك إن شاء الله مرة جاي. ويلا مع السلامة.